أنماط مختلفة من المحبة. هناك العديد من الأنواع المختلفة من المودة أو المحبة، والتي هي بعيدة عن العشق والرومانسية، على الرغم من أن الغرام هو الفكرة الأكثر هيمنة. واحدة من الموضوعات المهمة أن نستطيع أن نفكر بالأنماط الأخرى للمودة، فهنالك أيضاً المحبة التي نكنها للعائلة وللأصدقاء وحتى للأفكار. بوسع كل ذلك أن يساعدنا على فهم أن هذا الشعور يمكن أن يمتد إلى أشخاص ومواقف مختلفة. في نهاية المطاف، الفكرة هي في توسيع نطاق المشاعر لدينا، وهي أن تقودنا إلى حالة نتمكن فيها من استخدام المودة في الأوضاع المختلفة ومع الناس بصفة عامة، وحتى أن نتمكن من الوصول إلى مرحلة قد تكون غريبة علينا بعض الشيء. فمثلا بإمكاننا أن نكن مشاعر المودة تجاه الغرباء أيضا، هؤلاء الأشخاص الذين لا نعرفهم والذين قد نلتقيهم لخمسة دقائق فقط، وحتى الأشخاص الذين لن نقابلهم أبدا. الشيء الآخر الذي علينا أن نتمعن فيه هو حول الطريقة التي يجب أن نختبر فيها أنماط المحبة المختلفة، التي يجب أن تستند جميعها أولا وقبل كل شيء على الاحترام، ثم معرفة الآخر، وبالتالي إمكانية الحوار مع الآخر، ثم التسامح وتعلم كيفية المحبة. بشكل عام يمكن تقسيم الحب إلى ثلاث فئات: 1. حب القلب أو حب العواطف، مثل حب الأم على سبيل المثال. 2. حب العقل أو الأفكار، كالمجتمع الديني، حيث يحب الناس بعضهم البعض لأنهم يؤمنون بنفس المبادئ الدينية أو الوطنية، على الرغم من أنهم لا يعرفون كل شخص أو كل مكان في بلادهم، فإنهم يحبون أرضهم وشعبهم، ويرجع ذلك بالأساس إلى أنهم يشتركون في نفس الثقافة. 3. الحب الجسدي، والذي يشير إلى الانجذاب المادي لشخص ما. كم نمط حب لديك؟